لا يا حاج شكري، الكلام ده كان زمان. دلوقتي النظام اتغير خالص. من النهارده المعامله هتبقى بالمثل. كلامك هيبقى معايا انا. طب يا حاج هكلمك تاني. سلام. اهلا اهلا يا عايده، ايه الخطوه العزيزه دي؟ هو انا جايه لك زياره في بيت ابوك عشان ترحب بيا؟ دي شركتي يا شوقي ولا انت نسيت؟ لا طبعا، بس احنا مش متعودين انك تيجي هنا كتير. يعني الكلام ده كان زمان. من هنا ورايح هتشوفني هنا كل يوم، ده لو انت ما عندكش مانع. يعني وانا هيبقى عندي مانع ليه؟ تنوري، شركتك وشركه عيلتك. ولما هي شركه عيلتي قاعده على المكتب هنا بتعمل ايه؟ انت مش عندك مكتبك يا شوقي؟ كان في شويه حاجات ومكالمات كنت بخلصها مع العملاء. تعملها من مكتبك؟ المكتب ده بتاع علي درغام، ومن قبليه حسن درغام، ومحدش هيقعد عليه غير من عيلة درغام. كلامي مفهوم مش كده؟ اتفضل. صحيح نسيت، أنا كمان شوية هروح الزيارة بتاعت بابا عشان أطمن عليه. مش هنسيب الشركة احنا الاتنين. بلاش تجي المستشفى، البركة في الناس اللي هناك. اتفضل. اللي تشوفيه يا ست الكل. عن إذنك. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.